ايوه مساء اهلا الخير. بيكي. مساء النور يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه، اهلا بيكي. اهلا بيك. انا بس حابه اقول ان امتحان اللغه العربيه ما كانش متسرب بعد بدايه الامتحان. كتير قالوا انها قبلها. ما كانش متسرب قبل بعد بدايه الامتحان، الامتحان متسرب من الساعه 2:30 بالليل من الفجر بالاجابه النموذجيه بتاعته على موبايلات الولاد موجوده، وكانوا كلهم بيبعتوا لبعض من الساعة 2:30 للساعة 6 الصبح للساعة 7 الصبح. الأساتذة الأوائل بتوع المادة بتوع اللغة العربية بيبعتوا للطلبة اللي بيدوهم دروس، والطلبة تانية طبعا اللي نايمة من بدري واللي ذاكرت طول السنة وعايزة تاخد وقت كفاية من الراحة تنام. هو الأخبار اللي تداولت في الموضوع ده يا أستاذة أمل قالت إن فيه كمان مدرس في أعتقد في شبرا يعني عمل درس خصوصي الساعة في الفجر للطلبة بسرعة علشان فانا مش عارفه والله الناس اللي بتطلع تتكلم ووزاره التربيه والتعليم اللي هي مصممه ان الامتحان اتسرب بعد بدايه اللجنه، مش عارفه دي بتضحك على نفسها ولا بتضحك على اولياء الامور ولا بتضحك على الطلبه. امتحان الدين اللي اتلغى ده ما كانش هيفرق حتى لو متسرب يدخلوا الولاد يمتحنوا، لان هو اصلا كل الناس بتنجح في الدين. انما الماده اللي بتتعمل في المجموع واللي الناس تعبانه فيها وعليها 80 نمره من اكبر النمر اللي بتتاخد، هي دي النمره اللي ممكن تفرق بين طالب وطالب، بالذات في ماده زي اللغه العربيه تروحها كتير وممكن تفرق طالب يعني متوسط ممكن يعدي طالب متفوق بخمس ست نمر على الاقل.